الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والله ليال مركب وهو الرئيس وحين حسوسين إن نفط إذن حسوسين يا إذن كان إذن شيئا إلهينا كعب صلى سبحانه وتعالى قفك هدو إلهي كعب صده وحق إلهي إسكا إيغو إلهي وإلالنا يا سبحانه وتعالى لكن قفك هدو حق آذنها كلية إسكا إيغو إشو ذا إي أفكو ذا إلهي سحقي سو إسكا إيغي وايو وإيذا يا أدوني يا آخرة إلهي أكتي سوحا يا الله إي وحا إلهي إن كربو أينو إيغنو آذنها أكتيسة وحبكو مهيو آيها أدونك يا آيها آخر من نبا انت بعد قيد خذ بدو حكوسها بسنتها هاي حديث إمام الترمذي وكوسو صار سنن كيسة حديث كاسي وحديث كا وذكرنا إنسان مد آخر ستوريك تي يمد دقها كم أغلي مسلم كبدن كي ويقانا حديث كاس الرسول كوح الله الله يا عبد الله بن عباس ويناذيرك أها مكاسوح كل يورويل يهو يري إلهي إلى شو إلهي واكو إلى لنا يا إلهي إلى شو إلهي واكو إلى لنا يا سبحانه وتعالى حداد إلهي إلى شو تهرت هذا كه ليس وحكست إلهي واكو إلى لنا يا سبحانه وتعالى إلى لنت إلهي وقفك إلى ليه لو قضب وات المامية قضب وحوي لو بقي بود بهرت أوقي بسنتا إلى لنت قفك إلهي وإلى ليه قضب كلا بعد نوح شيء دونا دور قضب أما دور سببات وهدو قفك لي ما دو إلهي وإلى لنا يا دنيا آخرة لو بدأ قيبوده إلى لنت أوقي بسنتا قيبتك ودو حوي إن الله سبحانه وتعالى وكو إلى ليه مصالح ذا الدنك إن رشا ذو كوسا ليسنتهي إلهي إنو كو إلى ليه سبحانه وتعالى تشد كاغا إيه بدن كاغا إيه حبنها إيه عروق ذا إيه عافمات كاغا إلهي إنو كو إلى ليه مال كاغانا إلهي كو إلى ليه يوحى ألا كسيا الدقانيس قضب كسدحادنا إنو كو إلى ليه إهل كاغا أبد كاغا أريد هذا إلهي إنو كو حفظ سبحانه وتعالى قرآن في سورة الرعد با إلهي وحوليه له معاقبات قفك بني آدم كا وحوليه كوا إسعر بنايا ملائك إسدب الصعودة وإسبدليا وإسعر بنايا كوا سو حق هوري قاركة شوغان حق الدنبنا أي قاركة إلى لنايا قفك إنسان كأها يحفظونه من أمر الله إلهي أمر كيسة سببتي بيكو إلى لنايا أما إلهي درتي بيء إلى لنا يا ملائكة سئنا وحبك ما أجن خرج إياه دقال إنك جم بحه هبين إياه مال أفر إياه لباتن كسع جار بيكايه مركات سياحة البنان كا وقد نفتا دسورته هبين إياه مال كات سياحة تبا بهلا ذا إيه حشرات كي وحوس إياه شياطين تا ويكون ما مر الله هاين واحد جاه يسنك يافك كاجلا وحكو عنا وحكو ديبا أنت بملائك أن سيحنين أو أنت أن عنين أو أن وردك يذكر إلهي مو يوحك لآن قوضا بسا كود التاغن وردية يقارك صبحي واغو صلاة الصبح مركا لتكن يكو سودك يان إلا قل إنك الدنب أنت أن قرح ذا دعين عصر كي كلا تشوغ يان كوك لا بدل يا ملائك تاسي هبينك لقبل أبو قل إنك الدنب إلا لبيا طبنك هبينك بيقارك هيان كلا تشوغان مرك إلهي أقدره وحو هرأ قرشية أقدر إنا يكون قد عان ويكاب حيان مركا جيري بالا قدرة دمتيد كعلن ما ين جيري ذا حيابه يورديها كي ينكم دماها وبنينا ين نفط ولا قاق هذا يا مركا أما مقادير كلام إلهي كو قري ويكاب عنا ين وحي إلهي كو قرا مركا كو قد عيا ابن كثير رحمه الله تعالى آيات مركو فصيرة يوحوليه ملائكة القرآن كو الشيغي آياتو موحا اللوغة شيدا ملائك حسنات كا إيا وناغا قفكا كا قريسا إيا حماها
mise waxa looga jeegaa malaa'ig gaar ah oo waardiye ka ho ilaalinaysa imaamku labadaba waa jamciyo wuxuu yiri labadaba waa looga jeeda markaas wuxuu tilmaamay ibn kathiir afar malaa'ig baa qofka waardiye ka ah labo waa kuwa labada garab ka saaran midna midigtu saaran yahay xasanaadka iyo wanaagu qora midna bidixdu saaran yahay sayiaadka iyo xumaha samaynaysa qoraya labada kale midna xagga hore ayuu qofka ka socdaayo ka ilaaliyaa midna xagga dambe uu qofka ka ilaalinayaa afartaa malag baa qofka ilaalinaya saasuu ibnu kathiir qeexayaa raximahullah raxmatan waasica sidaa awgeed ayaa alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin malaa'ig baa idin ilaalinaysa sharaf leh gobo khiyaara oo wax idinka qoraysa aayadda gebagabadeedu ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim aayadda laba micnaha ku jira ilaahay qoomna ma dooriyo ilaa ay iyagu naftooda dooriyaan mooyaane laba micnaha ku jira aayadda say mufasiriintu sheegaan dad xumaani la degtay oo macaasi iyo amni darro iyo cibaado xumo iyo dhaqan xumo iyo dhulmi iyo mashaakil iyo dhibaato ay haysato oo aanay intay barkood kacaan inay wax hagaajiyaan oo islaaxiyaan oo ummadda toosiyaan aanay taladooda ku jirin inta ay tooda wax ka bedelayaan saasay ku noolaanayaan micnaha labaadna waxa weeye dad ilaahay nicmo uu siiyey oo barwaaqo ku nool oo diin iyo amni iyo iimaan haysta oo ladnaan haysta ilaahay nicmadu intuu gacantooda ka saaro colaad iyo balaayo ugu bedeli maayo haddaanay kasbanin sida ilaahayba u tilmaamay subxaanahu jalla wacala dalika alla markuu tilmaamayay dalika biana allaha lam yaku mugayira nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay dad nicmo uu siiyey kama qaado ilaahay iska qaada bal u fiirso siirada nebiga sal alla lay wasalam magaaladii maka dadkii deganaa ee quraysh ee carbeed ummad waxay ahaayeen ummadaha ugu liidata oo degtay gaalnimada dhaqan xumada dulmiga kufriga macaasida khamriga zinada ilaah ka fogaanshaha diin la'aanta guntay joogeen meesha ugu hooseysay ilaahay nabi maxamed buu ka soo dhex saaray calayhi salaatu wasalaam waa kala dhex toosay war ilaahay keligii caabuda war waxaan joojiya waa la hadlay rag baa rumeeyoo raacay abubakar cumar cali cuhmaan hebello saxaabo khadiija koox bay noqdeen ummadda khayrka iyo wanaagga ku hagaysa diintoodii bay islaaxiyeen dadkii oo dunyadoodii bay islaaxiyeen muddo yar oo hal qarni rubuci 25 sano gudahood bay waxay noqdeen adduunka kuwa ka sheegan bay noqdeen ilaaheer ay gaadheen ummaddii cayn ka ahayd in uu nebigu yidhi khayru naasi qarni dadka waxaa u khayr badan qarnigaana nool ee kuwa nool oo saxaabadii ah iyo kuwa ku xiga oo taabiciinta ah iyo kuwa ku xiga ee atbaacu taabiciin ah ayaa ummadda khayr badan sida awgeed baa sunnaha ilaahay baa wuxuu yahay dadku haddaanay iyagu isbedelin iska bedelmi maayaan maxaa la rabaa markuu dadku inay kacaan wax qabsadaan oo siday u noolaan lahaayeen dhaqankooda iyo diintooda dhaqaalahooda noloshooda amnigooda siyaasadooda dhan kasta inay maareeyaan markaas cidi u kacdo ilaahay waa la garab gelayaa markaasi hagaagaysaa haddii kale xaaladdu meel xun bay joogi doontaa nebiga ducooyinkiisii waxaa ka mid a ilaahayow xagga hore iga ilaali ilaahayow xagga dambe iga ilaali ilaahayow midigta iga ilaali ilaahayow bidixda iga ilaali ilaahayow xagga sare iga ilaali ilaahow xagga hoose balaayo ila go'da ilaahu ha igu keenayna iga ilaali buu nebigu oran jiray sal alla alayhi wasalam qaybta labaad ee xifdiga ama ilaalinta ilaahay uu qofka ilaaliyo subxaanahu watacaala waa xagga diintiisa taasi dunyaday ahayd xagga diintaada ilaahay kuu ilaalinayaa markaad ilaahay ilaashato oo alle ka cabsato subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu kaa ilaalinayaa subxaanahu watacaala weecweecashada iyo baydhbaydhka dadku qofku kolba dabayshi soo dhacda aad la ordayso diintaadu alla kuu ilaalinayaa caga adag baad ku taagnaanaysaa in badan baad aragtaa dad fara badan oo shalay wada ququmanaay oo toosnaa diin ahaan meesha ay maanta joogaan maalinba meel buu ka shaahayaayo ka soo jeedaa
ما لم بكو حدي كعدو هرمود كيهي ولي كوانا صحابتي أرادة دشي ذا صعوتة بريما ما يبرينا وحول ما يكون واخلدين دي بنك أوجادي كوكل وحدنا هربودية ما لين بميل أديك كأله وكابد بعدين يا هل كات كو قيس تبعت كو قلة السنيسة عجا أذك وإيمان يا أقوني إسلامي ما كصليسة يا نور بإلهي كسينا يا برت هذا سفرنا إسا مركز إلهي خاتم ونأكسن كوجو ختم يا إيمانك ولا كوجو إلهي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم وحكم دعاء سنجري إله إسلام لماذا يقول إلهي مرك أن تجنه هي مرك أن فردي هي مرك أن هرده إله عدو هي حاسد مدنا إن يقول ويرسدان ويقول فرحان إله تاسان كامل قال النبي قرنشري صلوات الله وسلام عليه سيدا أوجد بوا حكم إذا سببها إلهي قفك كو إلهي دور سببات هدان شيخو عبسيدا إلهي بكوكا هداته أدون إلهي كعب صدا سر إعاد مركات كليقات يا مركات مدة دحت شوكتو إلهي واقو حفظه يا سبحانه وتعالى إلهي مركو كهل يا أهل الجنة في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد متقين تجنة واللوس دوياب إلهي سبحانه وتعالى مركات سوحو شيء آيات دكو حكتا أفرت المامود وعجب له وضدك تجنة اللوس دوينا يا أيسكليهين هذا ما توعدون لكل أواب حفير لبطي فضوى قواس كم وقت الله إذين يبو هايوي ضدك جنة اللوس ودوين أيو إلهي وسو دوين يواكو لكل أواب متكستعون نقو شبضان إلهي وطوبت كينا دن بداف إلهي ويديست الله وطوبت كينا حفيد أي حافد إلال بضان ودنوبتي معاصدة إسك إلالنا واجباتك يحلك سارن إلالنا والله بتلمامود لبذا كله من خشي الرحمن بالغيب وتلمان تصدحات نذكر الله سودوين يتشنذو وقفك إلهي كعب صدي الله يسقو كم قن وأركين بإلهي كعب صني سبحانه وتعالى وحول أجيها إلهي باكو أركيا إلهي باكو مقليا إلهي باكو شيدا إلهي باكو لشيرا إلهي باكو أجيا ورسلالي من خشي الرحمن بالغيب تلمان تأفراد وجاء بقلب منيب وليمد قلب النقش بضنا قلبي جس إلهي كحرانه درتبوا النقنية وتوبت كنا إلهي النقنية جبدي إلهي وحير ادخلوها بسلام كوا وحال أرنايا كن هذا كجلا نبت جليو إذن كون حنون يا جبو يا جيري يا باهي يا بلايم مدنا إذن أركينين كن هذا وتاس دردورتا نبت جليو كجلا محيا لذلك يوم الخلود ما أنت وما لنتي وارتانك يا جنة جلستي ذويان وحال مركل أوليه ضدك أولجر سجارة وإلاليو إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون إلهي وحو لجر سجارة ولجر أو هنونين يا أو توسين يا أو نحرسان يا أو إلالين يا كوا إساق كعب صدي إلهي عبادتي سأضع عدن مؤي وناك سميني وحو رنجر قتاد قفك إلهي كعب صدتير أذك بهيستاه لو ما صور دافع يو إلهي إسقى إلى علينا من كل جانب تل صفات الله بعد ولا ليا يوقفك كبد بعد يا أما سببت الله بعد وتوحيد صح إلا جاهل عقيدة صح أو صافئة أو شركية بدعادة خرافاتك دين يريدة إن تكفقاته عقيدة ونكسن الصح أو إلهي كحرا الله كلمي ستيد الله كليجي بريديد الله كليجي عابديد الله كليجي جرجاست الله كليجي تلسارت الله شعلاتت الله ويديستت وحاط ربطه الله الله إلهي أتكو حدناته سبحانه وتعالى صنه رسول كره على صلوات الله والسلام عليه أمني باتكوه ليس يبد باد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أدون كان وحي إليه نبت قليو آخرا نبت قليو أدون كان هنم بيليه تلمان تصدحات صلاح العبد في نفسه لف أهان تادا قفني ماذا هذا حقاك سنو توصنو أو حقاك سنو أو سيدي إلهي كاره بيكو دادان قف والبو إنغا إنغا ميدي قريبو كسو بحي قريا إنو كوهو ينا مقال إنو سوكو سو بحنا كنا الله حدي قف كستو إنغا إنغا ميدي ودي بي سوكو نقضو أو واحد دين تيسا إيا دقن كيسا كحن أو حقاكيو أو إسا صحو أو إسا وناكيو كل جاين تدو دو وناكسن بينو نقونا إنا تنيا عرب كل
كلجن ونكسنانين مرك النفط هذا هجاتي أوتوسي إلى هي أدنوا أكو إلى علينا يا ترنت هذا الله وإلى علينا يا إلى يومك سورة الكهف كوا رمي منك ننتهي أوبت ككتيجي واحد دون يجو يرير مال وحسي إلى يومك كوا رمي محيري حسال لو قد قال يا عرورته وكان أبوهما صالحا أبوه بني ونكسن إلى بيد كدار إبل فيري وكان أبوهما صالحا المهاير السبيقة هنتدى أبوه طبعي كتغي وحا إلهي وحافظي إلى أنت كقان قاريان سيقول نولادان ونلشو ذا كماريان أنا عيد أشحادين أعيد أنا دورسن وأن عيد لوقارامين أبوه بني ونكسن وإلهي كحدا سبحانه وتعالى ونأجي أبوه بيكون عانا مالين وإلهي هنتدو دي هدي ألي هنتدو دي وإلالي إيجانا إلهي وإلالنا يا وحافظي سبحانه وتعالى توسنان تمرك تاسكوك عرور تأيو حاسسك أيو مشكلة ذهن أينو كدب على الله عنه إيه عرورتي أينو دلينو إيه هبارينو إيه دقال كابيني مالي أينو كتيرنو مشكلة ده عرورتك كلية ما إنك عقيبك هدينو إنك توسنانو وإنك ضد وعن أو قمن أو سدي لجر بيئة نقلنا إلى هاي إنك مصل لدين عرورت إلى هاي وين أفضل دين لها لكن إنك أوبا هدي من عند سكون نقل سبب تأفراد مركز إلهي مركو كهل يا أمر دحلك دردارن كيس في سورة النساء لبا تفسير بوالغو شيغاي أمر دحلك دردارن كيس أما أغونت دردارن كودا مركو إلهي كهل لي سيدا وينو عبسي قليه بالفير وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلهي محولي سبحانه وتعالى ها عبصدين وإلهي كعبصدين كوا هدي كتجي لهاين عهور يرير أو اسم قضاء وان كان جاره هنا يرير أو دلعي هدي كتجي لهاين الدنيا ده ضعافا صغارا تبردرا وسبي أو يرير خافوا عليه ما يبقى لهاين هذا دمط وحن سبي جاء هذا أكيد يشروا مصروف يشروا تو حالك هذا محن قنايا كوا هذا دوب قيسه كوا أبي أشود دنتي دحالك هذا كبقى إلالي أغونت أبعان أنولين إلالي هنتدو دي مالكود عرورت مسلمين إلالي أبتكاغ إله إلالنا فليتقوا الله الله كعب صدين وليقولوا قولا سديدا هذا التوصن هي رهد صببت أفراد أسبابت إلهي قفك كحفظ وحاكمد دعاء دي بريد إلهي قفك قفك وإلهي كبري دعاء بذي هذا ساكي واقوى بري وحين تشونا الله بيه طبانك يا ديرات قف ولو إنا كمدي أنيقا كلها الله يأيادي مقلا يأسوي دي ساك أنت واجب بري إله هذا أنت أشر بإله بريدة وقع ما هتاكت إلا باهي أدون بعد قبته باهي آخر نواد قبته إمي ساشر إمي سدقيقة ضد أياد إله أنت قع ما هتاكت ربي الله إله يو أتري بل سويدي جوابت أذن كودينية دعاء أواد بتصتو إله بريدي سؤاد بتصتو ساعتكم أحدنا ويسقبكم أحدنا ظهاركم أحدنا أفر إيا الله باتنك ساعد ودقيقة دادونت إلهي وكو ديار ودبري كرتا سبحانه وتعالى وحاسع جبله دم بيقين نوبضن استغفارت إيا دم بدافك إلهي أنوي ديسان نوير توبت كين كين نوير وحا إنو دير دعا دين إيا بريا دين نوير سو عجائب ما دعا دا إيا بدسي قيدا رسولكم مركو إلا بالله أيو وكسف ريس محور انجري أستودعك أستودع الله دينك إلهي الدين تاده كون نبت قلي كوة دي عدي قيا أما ندى دا الله كون نبت قلي عمل كاغا خاتم ديسة الله كون نبت قلي والله كو إلالي مركل وحي رنجري إن الله إذا استودع شيئا حفظه إلهي وحي لو ديبته إلهي وا إلالي وا حفظه سبحانه وتعالى نفتنا ألا أنو ديبنه إلهي وين حفظه يا وين إلالنا يا صببته ودن بيسة أما صببته كهو رئيسة أسبابها إلهي قفك كو إلالي وحاكم إذا لزوم الأذكار أذكارت إنا لازم تد أذكارت الصبح إلا أخرية حرس حركة إيا تقلبتي إلا أخرية حرس حركة إيا مخلوق كوي سشرك له كمن إيو بحلب لغا أخرية إيا بني آدم با أذكارت إنا لازم تد وحي كميته سببها الله كو إلالي سبحانه وتعالى رسول كوحي رقفك يرادة قلن هرية قلن دنبه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدح شير دعاء قفكي يرى هذا لم تصبه فجأة بلاء بلايو كذا
يمصيبة إلهي قفك أكو ما أصيب قال إنك هوري قال إنك دبانة ما أركي يا نبي قرر صلوات الله وسلام عليه إلا واقو أبري وحكسوا عن صحيح المسلم كقساعة جبله نبا صلاة دي السبح مركي إلا تكذي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بو نبي قوي يميد ننكا سيحالي مسيحا رسولك إلهي وحوي يرهبينك حاليها حنون كيئتا يقول عدي هداد أكتح عند اسمك يعني محاكو قد عاي دي بقال لعبة حالي قنيني أما بالك هنقرالها ليداد بحالة قنيني كار هبينك حالي مسيحا سيدي بان مارك مكاس رسولك وحو كيري عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين تمسي هديش علي قلب مركات قلبي ستيئات أوران لهيد أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق سدح شر هداد أوران لهيد لم تضرك إن شاء الله تعالى وحبكم مدمين كما دبتين دبق الله عاس حتى هدوك قنينو حنون ميالة النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذاس نمبا وحو أركينين دعا ذا انددك وشيغي فالج نقو كود عايو لوك إيا قعان فالج كهيو مركاسو وحو يري دعا ذاتن هدي سدا وحو إلا لنا يصو محادو أخر سنويني وحو يري فالج كان هبين كو يقود عايي قلبتي سيمان أخر نوان إلاوي قدر قرن بي أهيد ولا إلو سينا يقفك إيه هدان أخرين لها يقوم مدعي عن بري فالج كان دعاء داس أول اللازمه وش حيابه أقوم يمسن قضب كأودن بيه كلمة ديدا وحيابه إلهي قفك أو كحفظ سبحانه وتعالى وحكم ده صلاة إناد إلى شتو فر الإي سنة بصلاة إلى شو وجرام رسولك هبينك يا مالنتي أفرت ركع ضد بتكنشر وجران ما كلا أوروية صلاة إلى شو شنت صلاة ضد مساجك كو إلالي هداد أودي كرتو وأن وحكم مشغولية أذكو هاي سن صفك هوريكو إلى شو هذا صفك هوري أودي ويدو جمع صلاتك إلى علي سنة ياشا راتبتا دن تادا كتيرتي إلى شو صلاة ضحى تكو إلى شو صلاة ليك تكو إلى شو سنة ياشا مطلقة بطسو إسكتكو مركز ويسقب تاب اللبا إسكتكو وحاسي وي أروريان خصنا دادي كل عيان ديوان كاغي كقرميان مالنا باهي وين قبطو وبدبادو إيه أباهن تي عمل صالح ولا بوحو تشيو بإلهي كصهر لقى يا يدا قرآن سبحانه وتعالى مركز إلهي كوب بدبادنا يا فرل كاجي صناع أنت اللي سوق كادره إلهي كوب بدبادنا أدي قو فرح سن بكتابك ملك تلقى جدي بيا أذو فرح سن بعد شن هذا فرحتك جليسة صناع عش مركب بتصو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلاتهم يحافظون نبي محمد صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها صلاة شنت أقفك إلى عليه كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة وحيون غنيس النور يحجى أذك يبدباد إلى ما لنت آخر اللي قال ومن لم يحافظ عليها صلاة أقفك إلى شن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ما حقفك النور يبرهان يحجى يبدباد من النقل ميس وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف آخرنا كوا ماذا حدي قال هذا أسر سرهي جهنم إلهي كوبيو كوا سو لجري دونا وحين والله لي رسول دردار مينا الدون كان وباهنا باهي إبان قبنا إلهي باهي ذا نباهي تريكرا الدوني آخر بقى اسم إلالين كرنو إلهي با يهدانو إنا إلالين سبحانه وتعالى سي إلهي إنو إلاليو أسباب تأي دين تو إنو شكت أي نقاض إنه إلهي وإنا إلى لنايا نفت إنه إلى لنايا مال كإنه إلى لنايا إهل كإنه إلى لنايا دين تإنه إلى لنايا إيمان كإنه إلى لنايا خاتمة إنه حاجاتنيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا اللهم إنهم جياع فأشبعهم ومساكين فارحمهم ومظلومون فانصرهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم دمر دولتهم وجيوشهم ومن عاونهم من النصارى والمنافقين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرسل عليهم جنودك ولا يعلم جنودك إلا أنت، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا قوي يا حكيم. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أنت المحسن، نسألك بحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة وميتة السوء وموت الفجأة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلوبنا. اللهم اجعلنا دعاة إلى الله لا دعاة إلى أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.